بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية. وما هذا الخبر من على جريدة لو بوتي جورنال ماروكان اليوم 4 من هذا الشهر. امبورطون ميساج دو رويال اير ماروك او فوياجور. امبورطون ميساج، رسالة مهمة دو رويال اير ماروك او فوياجور. إذن رسالة مهمة من شركة الطيران المغربية رويال اير ماروك او فوياجور إلى المسافرين. لا كومباني ايريان ناسيونال رويال اير ماروك، مصطلى عليها بغام لا كومباني ايريان ناسيونال رويال اير ماروك، المصطلى عليها بغام ابيل لي بيرسون فاكسيني ديزيروز دو فواياجي بار افيون ا بريباري اون اتيستاسيون دو فاكسيناسيون اون فورما نوميريك او فورما بابي لو باس سانيتير ايتون فيريفي دون لي ايروبور او نيفو دي كونترول سانيتير او فرونتيير. لا كومباني ايريان ناسيونال، إذا نتكلم عن شركة الطيران الوطنية رويال اير ماروك المسمى بهذا الاسم، أبل لي بيرسون فاكسيني، أبل لي بيرسون فاكسيني، أنها تنادي الأشخاص الملقحين. المقصود هنا أنها تطلب من الأشخاص الملقحين. طبعا نتكلم هنا عن لوفيرب أبلي، نتكلم عن لوفيرب أبلي يعني أنك تنادي. نتكلم أحيانا عن لابيل، لابيل يعني كما نتكلم عن المنادات، أو نقول لشخص مثلا كومون تتابيل، كيف تنادى. المقصود ما اسمك. لا كومباني ايريان ناسيونال رويال اير ماروك ابيل لي بيرسون فاكسيني ديزيروز دو فواياجي باغ افيون دو بريباري اون اتيستاسيون دو فاكسيناسيون اون فورما نوميريك. اذا هي تنادي الاشخاص الملقحين، المقصود انها تطلب من الاشخاص الملقحين ديزيروز. ديزيروز لو فيرب ديزيري، هذا فعل رغبه، فعل رغبه. لكن هنا نتكلم عن ديزيرو في حالة المذكر، ديزيروز في حالة المؤنث، كما نقول الراغب أو الراغبة. لكن هنا نتكلم عن كلمة جمع، المقصود الراغبين. إذا نتكلم عن لي بيرسون فاكسيني، نتكلم عن أشخاص ملقحين، ديزيروز يعني أنهم راغبون دو فواياجي، كما نقول للسفر أو في السفر، با أفيون من خلال الطائرة. الأشخاص الراغبون في السفر باغ أفيون من خلال الطائرة، أبريباري أون أتيستاسيون لتهيئة أون أتيستاسيون، لتهيئة شهادة دو فاكسيناسيون خاصة بالتلقيح. شركة الطيران هنا تطلب من الأشخاص الملقحين والراغبين في السفر من خلال الطائرة أبريباري أن يهيئوا أون أتيستاسيون دو فاكسيناسيون، أن يهيئوا شهادة تلقيح أون فورما نوميريك على الشكل رقمي، أن يهيئوا صورة على الهاتف أو فورما بابي، وإن تعذر الأمر أن يهيئه على شكل ورقة. إذا ممكن أن الشهادة تؤخذ على وجهين هنا، ممكن أن تكون على الهاتف من خلال التطبيق خاص بهذا الأمر، أو تستخرج الشهادة على ورقة. لو باس سانيتير إيتون فيغيفي، لكون أن لو باس سانيتير، عندنا هنا لو باس سانيتير الجواز الصحي، إيتون فيغيفي، إيتون فيغيفي كونه يفتش دون لي زيروبور يعني في المطارات، او نيفو دي كونترول سانيتير على مستوى المراقبة الصحية، او فرونتيير عند الحدود. إذا بمعنى آخر، فكون الجواز الصحي أنه سيراقب عند الحدود في المطارات، إذا فعل هؤلاء الأشخاص الراغبين في السفر والملقحين أن يهيئوا هذه الشهادة. لا بخومييغ، إيل دوفون تيليشارجي لا ديغنييغ فيغسيون دو لاتيستاسيون دو فاكسيناسيون à partir du site Liqah Corona, dans le cas où l'attestation a été délivrée avant le 10 juin. Awel che, ils devront télécharger la dernière version. Alayhim an yunazzilu akhir isdar comme on dit de l'attestation al khass bi shahada de l'attestation de vaccination al khass bi shahada talqih à partir du site Liqah Corona. انطلاقا من موقع لقاح كورونا الموجود على الانترنت، دون لو كا او لاتيستاسيون ا ايتي ديليفري افون لو 10 جوان، في حالة إذا كانت الشهادة قد سلمت قبل 10 جوان. إذا دون لو كا، في حالة او لاتيستاسيون ا ايتي ديليفري، طبعا نتكلم هنا على الفيرب ديليفري، افون لو 10 جوان، قبل 10 من شهر 6. هذه لا بخومييغ ايتاب، هذه المرحلة الأولى. لا دوزيام ايتاب، المرحلة الثانية، Les voyageurs devront imprimer ce format papier A4. Les voyageurs devront imprimer
sous forme papier A4 cette attestation ou télécharger la version numérique puis la conserver sur téléphone. المرحلة الثانية, les voyageurs devront imprimer sous forme papier A4 cette attestation ou télécharger la version numérique puis la conserver sur téléphone. Les voyageurs, المسافرون, devront. Alors, c'est يتوجب عليهم. طبعا عندنا هنا لو فير دوفوار devront imprimer. يتوجب عليهم أن يطبعوا sous forme papier A4 يعني على الشكل sous forme على الشكل papier A4 على الشكل ورق A4. إذا نتكلم عن واحد القياس ديال واحد الورق يسمى A4. المسافرون يتوجب عليهم طبع sous forme papier A4 ورق على الشكل A4 cette attestation هذه الشهادة أن يطبعوا هذه الشهادة على هذا الورق بهذا القياس و تيليشارجي لا فيرسيون أو ينزل الإصدار نيميريك الرقمي puis la conserver ثم الاحتفاظ به sur téléphone على الهاتف. إذا نتكلم على الفيرب conserver فعل احتفظ ومنها مثلا لي كونسيرف لي بواط دو كونسيرف. إذا نتكلم أحيانا عن العلب المحفظة إذا نستعمل الفيرب conserver. Ce travail doit être fait avant leur arrivée à l'aéroport. إذا ce travail هذا العمل أحيانا نتكلم على الفيرب travailler فعل عاملة. Ce travail هذا العمل doit être يتوجب أن يكون في معمولا يتوجب أن يتم هذا العمل avant leur arrivée قبل وصولهم. طبعا l'arrivée المقصود به هو الوصول avant يعني قبل leur arrivée وصولهم à l'aéroport إلى المطار. ثالثاً إيطاب المرحلة الثالثة. Les voyageurs doivent présenter cette attestation au niveau du comptoir d'enregistrement. Les voyageurs doivent présenter cette attestation au niveau du comptoir d'enregistrement. إذن les voyageurs doivent présenter المسافرون عليهم أن يقدموا cette attestation هذه الشهادة au niveau du comptoir d'enregistrement. طبعا le comptoir مقصود به كما في الصورة كما نتكلم عن مكتب كبير أو نتكلم عن مكتب الاستقبال إلى غير ذلك. إذا نتكلم عن الكونتوار دونجستخومون الخاص بالتسجيل. إذا هذا العمل يجب أن يتم قبل الوصول إلى هذا المكان. لا كومباني أيريان ماروكان رابيل باغيور كو لي زوطخ ميزور سانيتير بخيز باغ لي زوطوغيتي ماروكان كومبيتونت. إذا لا كومباني أيريان ماروكان رابيل باغيور كو لي زوطخ ميزور سانيتير بخيز باغ لي زوطوغيتي ماروكان كومبيتونت. الشركة المغربية للطيران غابل أنها تذكر. طبعا عندنا هنا لو فيرب غابلي أحيانا نتكلم عن لو فيرب سو غابلي أحيانا نتكلم عن لو فيرب سو غابلي يعني الإنسان يتذكر كأنه يذكر نفسه. هنا تنتكلم على لو فيرب غابلي أن الشركة هي التي تذكر المسافرين. إذا لا كومباني أيغين ماروكان غابل الشركة الوطنية المغربية للطيران غابل أنها تذكر par ailleurs من جهة أخرى que les autres mesures sanitaires بأن التدابير الأخرى الصحية prises par les autorités marocaines المأخوذة المقصود هنا المعمول بها par les autorités marocaines من طرف السلطات المغربية competent كما نقول أنها كفأة. notamment les conditions de voyage sont toujours en vigueur خاصة شروط السفر sont toujours en vigueur en vigueur المقصود به جاري بالعمل. إذا نتكلم عن شروط السفر sont toujours هي دائما نتكلم عن شروط السفر en vigueur أنها معمول بها et que la majorité des pays impose et que la majorité des pays وبأن أغلب الدول impose un test impose أن تفرض. طبعا نتكلم عن الفيرب imposer يعني أنك تفرض كما لو تفرض ضريبة نتكلم على الفيرب امبوزي امبوز ان تيست كوفيد نيجاتيف ان تفرض اختبار خاص بكوفيد نيجاتيف. نيجاتيف يكون سلبي طبعا بوزيتيف عكسها انه ايجابي. عندما نقول نيجاتيف بمعنى سلبي هذا لا يعني انها ما مزياناش بالعكس نيجاتيف هي اللي مزيانه. بمعنى نيجاتيف كما نتكلم عن نفي وجود كوفيد نفي وجود كوفيد. طبعا في حالة الاختبار إذا نتكلم عن نيجاتيف أنه غير موجود بوزيتيف أنه موجود. عندما يؤكد لنا الاختبار عدم وجود كوفيد هذا يعني بأن الاختبار سلبي يعني أنه لم يجده.
أما إذا أكد وجوده هذا يعني بأن الاختبار إيجابي، وهذا طبعا غير مرغوب فيه. كما تضيف وتذكر شركة الطيران المغربية إكولا ماجوريتي دي بي، وبأن أغلب الدول أمبوزان تيست كوفيد نيجاتيف، تفرض اختبار لكوفيد نيجاتيف، نيجاتيف سلبي المقصود أنه لا يكون موجود. إن كارونتين طبعا كارونتين كما شرحنا فيما سبق أن تعني أربعينية إلى غير ذلك، لكن تعني أيضا تعني حجر صحي، وهو المعنى الموجود عندنا. إذن أغلب الدول تفرض أيضا بالإضافة إلى الاختبار السلبي تفرض حجرا صحيا، إدي دوكيمون دو فواياج، إدي دوكيمون دو فواياج، ثم تفرض طبعا وثائق السفر أون ديبي دان باس فاكسينال. طبعا ديبي تعني جرحا كما نقول نفسيا من خلال تجربة عاطفية أو من خلال موقف ما. إذا نتكلم عن ديبي، إذا نتكلم عن جرح في النفس، أن الإنسان يبقى يتألم من أمر ما قد مضى، قد حدث إلى غير ذلك، يسمى ديبي. طبعا هنا أون ديبي على الرغم، على الرغم بمعنى آخر. إذا طبعا أصبحت تستعمل هذه العبارة أون ديبي المقصود بها على الرغم. هذه الدول في الغالب تفرض حجر صحي ثم تفرض وثائق على الرغم من الجواز الصحي. إذن هذا كل ما كان مع هذه الفقرة، نكتفي بهذا القدر. حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.